اشتغلنا على هذه القطعة من قبل 6 شهور على شهر 3 تقريبا بعد ظهور فيروس كورونا. شفنا ان يكون ضروري ان يكون في تباعد اجتماعي بين الاشخاص، فابتكرنا هذه القطعة. بمجرد ما تقرب تليفونك تقدر انك تاخذ المعلومات من دون ما اخذ التليفون من الطرف الثاني، فيكون في تباعد اجتماعي باستخدام القطعة. الشريحة راح تقدر من خلالها أنك توفر البيانات العامة مثل الأرقام التواصل وغيرها من المعلومات، ويسهل للطرف الثاني في الحصول على هذه المعلومات. ما يحتاج الطرف الثاني أنه يكون عنده شريحة أو ينزل تطبيق، فتسهل التواصل بين الأفراد والجهة الثانية أو الجهة الأخرى. بالنسبة لمعلومة الخصوصية، القطعة مجرد أنت ما تنزل التطبيق أو إذا تبي ترفع أي تطبيق على الأب ستور أو على جوجل بلاي يكون عليه ريفيو من قبل الشركة، يشوفونه هل أنه فيه ملفات خبيثة، معلومات أو أي شيء، فيرفضونه دايركتي عليه ريجكت. التطبيق فكرته أنك أنت بمجرد ما تحط إيميل وكلمة سر مثل أي حساب تسويه في مواقع التواصل أو أي إيميل، فتحط هاي المعلومات وتحط المعلومات العامة في التطبيق اللي هو يوتاج، تحط المعلومات العامة مثل رقم التليفون، الإيميل، الروابط، معلومات أي عامة، صور ما غيرها، ما في أي شيء من هاي المعلومة. يعني المعلومات اللي تحطها معلومات التواصل. باختصار مثل فكرة البزنس كارد، نفس البزنس كارد لكن بطريقة مبتكرة وطريقة ذكية راح تساعد الناس، خصوصا في الوضع اللي عايشينه نحن حاليا في وضع كورونا. ما نحتاج أن ناخذ أي بطاقة من أي شخص عشان يعني نحاول أن نكون في نقطة تباعد بين الأشخاص، فبهاي الطريقة راح تسهل علينا بإذن الله. لكن ما في أي معلومات تنحفظ في التطبيق إلا المعلومات العامة مثل الإيميل. وبإمكان الشخص أنه يفعل ميزة الخصوصية، أنه يقفل الشريحة برايفت من خلال التطبيق. هاي وفرناها للخصوصية لكل شخص. إن شاء الله نحن نفكر أن نطور هذه الشريحة. أنت تعرف أن كل شريحة، كل هاردوير أو سوفتوير مع الأيام يحتاج أبديت. في أفكار وايد، في منتجات كثيرة، إن شاء الله قريب نطلع هذه المنتجات. نحن نبغى نطلع أشياء جميلة في دولة الإمارات، أشياء منتجات حلوة نروي فيها العالم كامل.